رئيس مجلس الشورى الإسلام الإيراني في بيروت، وإيران تجدد دعمها للبنان في مواجهة الاحتلال الصهيوني. رائحة الكبريت تقلق البغداديين، مخاطر بيئية كبيرة، والسودان يشكل لجنة للتحقيق في الانبعاثات ومعالجة التلوث. بعد حرب طويلة مع الإرهاب، العراق يحقق مركزا متقدما في مؤشر جالوب للأمن والنظام. قوام الدولة الإسرائيلية المظلومية والهيبة، واثنيناتهم انكسرن. الحكومة الإسرائيلية هي حطت ثلاثة أهداف، قالت سنهزم حماس ونكسرهم هنديا. وبيوم 7 أكتوبر مرور سنة، غزة رماد والصاروخ يوصل إلى تل أبيب. فوين حماس انهزمت؟ وسنقتل السنوار. والسنوار مو ما انقتل، السنوار صار أمين حماس، ما كان أمين، كان قائد عسكري، صار حتى والقائد السياسي فوقها وقاعد يمشي بطوله، وبغزة موجودين والجو والأرض ما قادرين يوصلون. وقالت نستعيد أسرانا الرهائن فلانكل، ولا واحد قدرت تستعيده. فثلاث أهداف معلنة لإسرائيل ولا واحدة منها تحققت. من يتصور أن إسرائيل اليوم أقوى مما كانت في 7 أكتوبر السنة الماضية قبل عام، الآن أقوى، اشتبه. بناء على كل هاي المعطيات اللي خليتها أمامكم، لا يبدو الأمر بهذه السهولة. دمروا؟ نعم، طوال الفترات السابقة عندهم طائرات وعندهم قنابل دمر، بس حققوا أهدافهم؟ كلا وألف كلا، بهذا التفصيل الواضح أهدافه ما تحققت. استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رئيس مجلس الشورى الإسلام الإيراني محمد باقر قليباف في عين التينة، تناول اللقاء آخر التطورات الإقليمية، خاصة الحرب الصهيونية على لبنان وغزة. ونقل قاليباف رسالة من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي تؤكد دعم إيران المستمر للبنان في مواجهة الاحتلال الصهيوني، وتعهد بمواصلة دعم المقاومة بكافة الأشكال. أكد محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلام الإيراني خلال مؤتمر صحفي في بيروت استمرار دعم إيران للبنان في ظل الظروف الصعبة الراهنة. وصرح قاليباف أنه سينقل مظلومية لبنان وفلسطين إلى المؤتمر الدولي في جنيف. أحد أهم النقاط التي تم اللبنانيين هو كان كيفية إيصال المساعدات من لدن الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الحكومة والشعب اللبناني عبر تخصيص جسر جوي تخصصها الحكومة اللبنانية وبصورة مباشرة، وكيفية نقل هذه المساعدات من مساعدات علاجية غذائية ومن الألبسة وكل الأدوات والمعدات التي بحاجة إليه النازحون اللبنانيون، والذي يتجاوز حاليا عدده 1,200,000 نسمة. وفي الشأن السياسي كذلك، نحن اتخذنا هذا القرار بدعم أي قرار تتخذه الحكومة اللبنانية أو الشعب اللبناني أو المقاومة، ونحن سنكون مع هذا القرار الصادر من لبنان حكومة وشعب. يواصل العراق حكومة وشعبا تقديم الدعم المتواصل للبنان في مواجهة العدو الصهيوني المتصاعد، وتشمل أشكال الدعم استضافة النازحين وتقديم المساعدات الإنسانية في موقف يعكس التضامن العميق بين البلدين. صباح حكيم والمزيد. أشكال دعم مختلفة لا زال العراقيون يقدموها حكومة وشعبا لأهلهم في لبنان، دعما وإسنادا ووقوفا معهم في الحرب الإجرامية التي يتعرضون لها من عدو دموي لا يعرف الرحمة ويستخدم أشد أنواع الأسلحة وأكثرها فتكا في قتل المدنيين وهدم البنى التحتية وتفجير المنازل والبنايات، سواء في غزة أو لبنان.
ضيوف العراق من اللبنانيين وجدوا موقفا حكوميا عراقيا مشرفا باحتضانهم وتوفير كافة احتياجاتهم لحين انتهاء الحرب وعودتهم لبلدهم بخير وسلام. بالتأكيد هي ليست غريبة على أبناء الشعب العراقي، هم يجذرون بهذه الأمور والغيرة والنخوة على كل الشعوب العربية، لا سيما على شعب لبنان وعلى شعب فلسطين الذي يواجه هجمة إرهابية، هجمة كبيرة، هجمة من الكيان الصهيوني. وبالتالي اليوم العراق كالعادة فتح أبوابه للبنانيين والفلسطينيين ودعم متواصل من الشعب العراقي، وحتى كان هناك رأي للمرجعية بدعم الشعب اللبناني. سباق العراقيين لدعم أخوتهم في لبنان هو نابع من كرمهم المعهود وإنسانيتهم العالية وشعورهم بالمسؤولية تجاه أخوتهم في لبنان، وتلبية لدعوة المرجعية الرشيدة التي عبرت عن تضامنها مع الشعب اللبناني ودعت إلى مواساتهم في معاناتهم الكبيرة من خلال بذل كل الجهود لتخفيف المعاناة وتأمين احتياجاتهم الإنسانية. تعرف يعني الكيان الصهيوني يعني لا عنده رحمة للأطفال، لا عنده رحمة للكبار، يعني هجر هاي العالم. بدورنا احنا كعراقيين منازلنا مفتوحة لأخوتنا اللبنانيين، وده شوف يعني كلش دعم مادي ومعنوي، والبيوت مفتوحة للجميع الأشقاء والأخوان اللبنانيين. يعني احنا كعرب لازم نوقف وقفة يعني مشرفة. وقفة عراقية حكومية وشعبية هي وقفة الحق والعدالة مع شعب شجاع رفض الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، لتدخل المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله المعركة بضربات أوجعت الكيان المحتل وساهمت بتهجير مئات الآلاف من المستوطنين وقتل العشرات من جنود الاحتلال. صباح حكيم، الفرات. تعد منظومة الدفاع الجوي الإيرانية ركيزة أساسية في استراتيجية الأمن القومي لها، وقد شهدت هذه المنظومات تطورا ملحوظا في العقود الأخيرة، حيث سعت جاهدة لتعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة التهديدات المحتملة. أبرز هذه المنظمات سوم خرداد. المزيد من التحليل حول المنظومة في تقرير غرفة الأخبار يقرأه الزميل حسين ياسين. تمتلك إيران ترسانة دفاعات جوية متطورة لمجابهة هذه التهديدات. من بين هذه الدفاعات منظومة سوم خرداد، محلية الصنع القادرة على التصدي للصواريخ البالستية والطائرات الحربية والطائرات المسيرة بصواريخ طويلة المدى من طراز صياد 3، وللمنظومة القدرة العالية على تتبع 100 هدف في وقت واحد عن طريق رادارات متطورة، وهذه الخاصية تمكنها أيضا من تعقب وكشف الأهداف المتخفية ضمن مسافات تصل إلى 85 كيلومتر وارتفاعات تصل إلى 45 كيلومتر. ولخرداد القدرة على اعتراض 4 أهداف في آن واحد إلى جانب إطلاق 8 صواريخ. أخيرا حرص الإيرانيون على جعل خرداد تعمل بمرونة عالية، مما يزيد من فاعليتها لحماية المواقع الحيوية الإيرانية. فهل تمتلك إيران منظومات دفاعات جوية أخرى لم تكشف عنها؟ أعلنت وزارة البيئة عن أسباب انتشار رائحة تشبه الكبريت في العاصمة بغداد خلال الأيام الماضية، مع تسجيل ارتفاع في مستويات بعض الملوثات خلال فترات الليل والفجر. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن هذه الظاهرة قد تكون ناتجة عن تغيرات في جودة الهواء المحيط بسبب الاحتراق غير التام للوقود عالي المحتوى الكبريتي والذي يستخدم في عدد من الأنشطة. كما أشارت إلى أن حرق النفايات في المطامر غير النظامية يساهم في تفاقم المشكلة، مضيفة أن هذه الحالة ازدادت مع بدء انخفاض درجات الحرارة وزيادة التفاوت بين درجات الحرارة خلال الليل والنهار. ودعت الوزارة المواطنين إلى تقليل التواجد في الهواء الطلق وإغلاق النوافذ لضمان جودة الهواء داخل المنازل، كما شددت على أهمية أخذ استراحة داخلية للأشخاص الذين يعانون في مشاكل في الجهاز التنفسي أو ارتداء الكمامات عند الخروج.
أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني توجيها عاجلا لمواجهة مشكلة تلوث الهواء في العاصمة بغداد. وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن السوداني أمر بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة ظاهرة انتشار رائحة الكبريت في بغداد والمحافظات المجاورة، وشكل لجنة ستترأسها مستشار وزارة البيئة تضم في عضويتها مستشار وزارة النفط وممثلين عن وزارة الكهرباء والوكيل الفني لأمانة بغداد ومدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الوسطى. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إيجاد حلول جذرية للمشكلة ودراسة الأمر من جميع جوانبه، كما طلب من اللجنة تقديم تقريرها الخاص بالموضوع خلال يومين اثنين. كشف الراصد الجوي صادق عطية أن خارطة مستويات التلوث في العاصمة تشير إلى قيم عالية مثيرة للقلق. وأوضح عطية في منشور على حسابه في فيسبوك أن خارطة مستويات التلوث في العراق بما فيها العاصمة بغداد تشير إلى قيم عالية تتراوح بين 150 إلى 225 ملغرام لكل متر مكعب. وأضاف أن هذه القيم تتجاوز بحوالي 18 إلى 24 ضعفا الحد الصحي المسموح به في الأجواء حسب منظمة الصحة العالمية. وعزى عطية السبب إلى زيادة الأنشطة الضارة للبيئة، من أهمها معامل تكرير النفط والمصانع وعوادم السيارات وحرق النفايات. الظاهرة الخطيرة التي تعاني منها العاصمة بغداد ناجمة عن انبعاثات المنشآت الصناعية والنفطية، مما يهدد صحة السكان والبيئة. وقد سجلت معدلات تلوث الهواء مستويات قياسية تتجاوز الحدود الصحية المسموح بها بأضعاف، وسط مطالبات متزايدة باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الأزمة البيئية. أحمد الزيدي والمزيد. ظاهرة بيئية خطيرة تشهدها العاصمة بغداد، حيث تغطي سماء المدينة سحابة كبريتية كثيفة ناتجة عن انبعاثات معامل الأسفلت ومصافي النفط ومحطات الكهرباء ومعامل الطابوق التي تستخدم النفط الأسود. هذا التلوث يهدد البيئة وصحة السكان وسط مخاوف من تفاقم الوضع البيئي في العاصمة، مع صمت وزارة البيئة التي رفضت الحديث عن الموضوع. هذه الاختناقات والغازات اللي والمعامل والدخان كلها تؤثر على الصحة، فإحنا بدورنا أن ناشد المؤسسات الصحية، المؤسسات البيئية الموجودة بالعراق، أنه تقليل من هذه المجال في كل مجالات، كل مواطن يدخل بها، يعني بالنسبة للمرور أنه هاي اختناقات والأزمة، المعامل شوفوا المسؤول عليها، تكون خارج المدينة حتى تقلل، لأن كل ما تذكر كل ما تتزايد التلوث البيئي راح تزداد الأمراض. معدلات تلوث الهواء ووصولها إلى أكثر من 225 ملغراما، أي أكثر ب 24 مرة عن الحد الصحي المسموح، أثر سلبا على الصحة العامة خاصة على مرضى الجهاز التنفسي، إذ تصاعدت حالات الاختناق في الأيام الأخيرة. حتى الآن لا يوجد أي تفسير لما يعني يحصل يوميا في العاصمة بغداد، هنالك عمليات اختناق، هنالك عمليات ذعر من قبل المواطنين، من يفسر لهم ماذا يحصل في أجواء العاصمة بغداد؟ يعني واجب اليوم أمانة بغداد، الحكومة، وزارة البيئة، كل المعنيين أن يقفون يعني وقفة حقيقية لإيقاف مثل هكذا تصرفات إذا كانت من معامل أو من شركات. فيما تتزايد المطالبات باتخاذ إجراءات عاجلة لتقليل الانبعاثات السامة، حيث يطالب خبراء البيئة ومنظمات المجتمع المدني بضرورة التحول إلى مصادر طاقة أكثر نظافة وتحسين وسائل الرقابة البيئية. ومع تصاعد مخاطر الأزمة البيئية في العاصمة بغداد، تتزايد المطالبات باتخاذ إجراءات حكومية حازمة لمعالجة هذا التهديد الصحي القاتل. لقناة الفرات أحمد الزيدي، بغداد. للمزيد ينضم معنا الخبير في مجال البيئة الأستاذ عمر عبد اللطيف. أستاذ عمر، مرحبا بكم. ما الذي أوصل البلاد إلى هذه المستويات الخطيرة من التلوث البيئي؟ مساء الخير عليك زميلتي العزيزة وعلى مشاهدي قناة الفرات الكرام.
طبعا هذه المستويات هي موجودة قبل 10 سنوات. بغداد كان عندما يعني تقلع الطائرة وأنت أو أي شخص موجود فيها يجد في بغداد هي عبارة عن غمامة سوداء. بغداد الآن أو تعاني في الأيام الأخيرة من روائح تنطلق في الجو. المشكلة هي ما يعني ما يستنشق المواطن ويقول رائحة كبريت، هي رائحة مجموعة من الغازات، غازات انبعاثات أولا السيارات وعوادمها، المولدات وعوادمها، معامل الطابوق وغيرها. أما رائحة الكبريت التي تتواجد عند المصافي أو غيرها فهي تشبه رائحة البيض الفاسد. الرائحة الموجودة الآن في بغداد هي رائحة مجموعة من الغازات، وحسنا فعلت عندما قالت وزارة البيئة أنه يجب التقليل من الخروج من المصابين أو للمصابين بأمراض الرئة أو أمراض الربو وغيرها، لأن أمراض الربو هي أيضا خطيرة، كون أنه حتى إذا كانت هنالك عواصف غبارية أو ترابية يمنع مريض الربو من الخروج خارج المكان. بغداد المشكلة فيها هو التضخم والتمدد السكاني، مصفى الدورة، معامل الطابوق، غيرها، مقالع النفايات، هذه كانت تعد جميعها في أطراف بغداد قبل 25 سنة. أما الآن فهنالك تمدد سكاني وهنالك كثافة في السكان. في بغداد يسكن هنالك 11 مليون نسمة. 11 مليون نسمة هذا رقم كبير، إضافة إلى المجمعات السكنية، المولات، غيرها من المجمعات العمودية. هذه كلها أسباب تلوث أجواء بغداد. أجواء بغداد أصبحت غير مؤهلة للعيش. يجب على الجهات المسؤولة، حسنا فعل رئيس الوزراء عندما شكل لجنة تقدم تقاريرها خلال يومين القادمة، لأن معامل الطابوق تستخدم مادة النفط الأسود وهي الخطرة والتي تنتشر في الهواء والتي يستنشقها المواطن وتسبب خطورة له، إضافة إلى بعض المواد هنالك حرائق يعني تكون في المقالع وغيرها، هذه من يسبب يعني قلة جودة الهواء في مدينة بغداد والمناطق القريبة عليها. نعم نعم، خصوصا أنه العاصمة بغداد تعتبر جزيرة حرارية أي تحتفظ بكل هذه الملوثات، بالتالي لا تيارات هوائية صاعدة ولا تيارات هوائية هابطة ولا هنالك أصلا حركة للهواء لكي تدفع هذه الغمامة بشكل أسرع. الأستاذ، الصناعات النفطية والبتروكيماوية لعلها المسبب الرئيس لهذه المشكلة، الهوائي، زيادة التلوث الهوائي والمائي كذلك في البلاد. زميلتي العزيزة، هذا المشكلة في بغداد فقط، احنا ايضا سائلنا قلنا لماذا لا تكون هذه المشكلة في البصرة وذيقار وميسان التي تعد مناطق نفطية ومناطق آبار نفطية ومناطق صناعة نفطية، في هنالك هذه المحافظات مناطق مفتوحة قد تكون أقل من بغداد، سكانها أقل من بغداد، المجمعات السكنية، المساكن كلها أقل من بغداد. بغداد العاصمة الآن تعاني من أجواء يعني خطرة جدا، جودة الهواء بغداد قبل عام أظهرت أنها الثانية أو الثالثة بعد الهند وبعد القاهرة في قلة جودة الهواء فيها. يجب أن تكون الكثافة السكانية أقل. هنالك مواطنين أو موظفين يفرحون عندما توزع لهم قطع أراضي قرب معامل الطابوق أو في الأطراف أو قريبة من مصفى الدورة. هذه كلها أماكن خطرة ممكن أن تسبب على المدى البعيد سمية وأمراض سرطانية. يجب أن تكون هنالك معالجات سريعة، يجب أن يكون هنالك إيقاع أو يعني خصوصا أنه الأسبوعين الماضية كانت هنالك حملات لزراعة، أيضا الغطاء النباتي أثر كثيرا في أجواء بغداد وقلته. قلة المياه أيضا أثرت، جميع هذه العناصر أثرت في جودة الهواء في بغداد، وأصبح من غير الممكن استنشاق هواء نقي في العاصمة بغداد. نعم، ما التحديات التي تواجه إدارة الملف إدارة النفايات الصلبة في المدن العراقية؟ ما تأثيرها على المدى القريب والبعيد؟ طبعا زميلتي العزيزة، التحدي الأول هو عدم تطبيق القوانين. وزارة البيئة لديها قانون ممكن أن يحاسب، ممكن أن يعاقب، ممكن أن يغرم، لكن لا توجد لحد الآن أي من هذه الثلاث طرق، لا تغريم ولا محاسبة ولا أي شيء. فممكن أنه مع صاحب المعمل أو غيره من قضية النفايات الصلبة ممكن أن يتمادى في التلوث.
إضافة إلى أن هنالك طبعا من أمن العقوبة أساء الأدب. نشوف هنالك تمادي من قبل معامل، من قبل غيرها، قضية حرق النفايات، حرق النفايات حتى في المناطق السكنية. هنالك مناطق سكنية يوميا تحرق فيها النفايات بسبب عدم اتخاذ إجراءات من قبل أمانة بغداد أو غيرها من المناطق أو غيرها من الدوائر اللي ممكن أن تزيل هذه النفايات وترميها في مناطق بعيدة. يجب على أمانة بغداد أن كما يعني كما وعدت المواطنين بوجود معامل لإمكانية إنه معالجة هذه النفايات، يجب أن تكون هنالك هذه المعامل أن تنصب بشكل سريع وأن تتخذ فيها إجراءات سريعة. يجب أن تكون هنالك إجراءات أسرع من أجل حياة المواطنين على الأقل خلال المرحلة المقبلة. نعم، شكرا جزيلا لكم الخبير في مجال البيئة الأستاذ عمر عبد اللطيف، تحية طيبة. أكد فاضل الغراوي رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان أن بغداد صنفت في المرتبة 13 عالميا بين المدن الأكثر تلوثا وفقا لمقياس EQA، وأشار إلى أن مستويات التلوث في العاصمة تتجاوز الحدود الصحية الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية بمقدار 18 إلى 24 مرة. أوضح الغراوي أن العراق يواجه تحديات بيئية كبيرة، منها التحولات المناخية وارتفاع معدلات الاحتباس الحراري، مما أدى إلى زيادة العواصف وتدهور الغطاء النباتي لصالح التوسع العمراني. أعلنت رئيسة لجنة البيئة في مجلس محافظة بغداد هدى جليل عن قرارات جديدة تهدف إلى الحد من التلوث البيئي في العاصمة بغداد. وأوضحت جليل أن المجلس قرر إلزام المحافظة باتخاذ إجراءات فعالة لتقليل الانبعاثات الضارة، مشيرة إلى أن القرارات تشمل نصب فلاتر لتصفية انبعاثات الوقود في عدة منشآت منها المعامل الصناعية التجارية كمعامل الطابوق والبلاستيك، إضافة إلى المولدات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالديزل. كما أكدت رئيسة اللجنة أن القرارات تتضمن إلزام رؤساء الوحدات الإدارية من خلال محافظة بغداد بمحاسبة كل من يقوم بحرق النفايات، وشدت على منع الحرق بكافة أنواعه، مؤكدة على ضرورة استخدام التمر الصحي كبديل وحيد للتخلص من النفايات. كشفت خارطة حديثة صادرة عن المركز الأوروبي للتوقعات متوسطة المدى ومركز التنبؤات الرقمية عن ارتفاع مقلق في مستويات غاز ثاني أكسيد الكبريت في سماء العاصمة بغداد وبعض مدن الفرات الأوسط. وتوضح الخارطة كمية الغاز من مستوى سطح الأرض حتى أعلى الغلاف الجوي مقاسة بوحدة كيلوغرام لكل متر مربع، وتشير البيانات إلى وجود مستويات عالية جدا من هذا الغاز السام في المناطق المذكورة، مما يثير مخاوف جدية بشأن جودة الهواء وتأثيراتها على الصحة العامة. وصل رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد ديار الله إلى منطقة قور الشاي شرق صلاح الدين. وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على خطوط الصد وانفتاح الربايع على الجبال في قاطع عمليات شرق صلاح الدين. ورافق يار الله في الزيارة معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية.
أصدر مركز جالوب العالمي تقريرا لمؤشرات الأمن والنظام لعام 2023، حيث حل العراق في المرتبة 84 مناصفة مع فرنسا. وقد اعتبر مسؤولون حكوميون وخبراء أمنيون هذا الإنجاز دليلا على نجاح برنامج الحكومة في تعزيز الأمن وترسيخ النظام. وأشار مستشار رئيس الوزراء حسين علاوي إلى أن هذه النتيجة تعكس استقرار العراق بعد عامين من عمل الحكومة برئاسة محمد الشيع السوداني، وأكد على التحسن في مجالات متعددة بما في ذلك إعادة تنظيم القوات المسلحة وتطوير القطاع الأمني. التقدم الذي حققه العراق في مؤشرات مؤسسة جالوب للأمن والنظام يعكس تحسنا ملموسا في شعور المواطنين بالأمان وثقتهم بقوات الأمن المحلية. ويرى مراقبون أن هذا الإنجاز يعزز صورة العراق دوليا، مشيرين إلى أن التحسن يعود إلى الإصلاحات الأمنية والتعاون الفعال بين المؤسسات الأمنية والمواطنين. حسين ياسين. حقق العراق مؤخرا مركزا متقدما ضمن مؤشرات مؤسسة جالوب للأمن والنظام المعنية بالأبحاث والاستطلاعات لقياس مدى شعور السكان بالأمن والثقة في قوات الأمن المحلية. وهذا التقدم في المعايير الدولية عده مراقبون إنجازا مهما يعزز من صورة العراق على المستوى الدولي، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي واجهته خلال السنوات الماضية. شاهد المهم للمؤسسات الدولية التي تعتمد تجربة العراقية في إدارة الأمن ومحاربة الإرهاب، وأعتقد التجارب الفعلية التي حصلت على الساحة العراقية هي ربما قد تكون هي مواد للدراسة في كثير من الأكاديميات الدولية. وأعتقد ليس بالجديد أن يكون تقييم دولي للنشاط والإدارة الأمنية. هذه المؤشرات جاءت متطابقة مع ما ينظر إليه الشارع العراقي للحالة الأمنية، حيث بينت مختلف الآراء فوارق مهمة في مستويات الأمن المجتمعي وانحسار معدلات الجريمة والإرهاب إلى مستويات متدنية. الاستتباب الأمني هو اليوم واقع موجود على الساحة العراقية، وكذلك اليوم الأجهزة الأمنية قد تم بنائها بشكل سليم جدا، وهنالك عمل دؤوب وهنالك ربط ما بين الأجهزة. إذا ما تحدثنا عن أنواع من الأجهزة الأمنية ذات مهام متعددة ومختلفة تقوم بواجبات على أرض الواقع. كما ويعزى هذا التحسن إلى سلسلة من الإصلاحات الأمنية، إضافة إلى التعاون الفعال ما بين مختلف المؤسسات الأمنية من جهة، وتعاون المواطن معها لإحراز الأمن والاستقرار المنشود في عموم العراق. ومع أهمية هذه التصنيفات للملف الأمني في العراق، إلا أن الأهم من ذلك هو الحفاظ على ديمومتها وتحسينها بشكل أوسع لارتباطها في تحقيق التنمية المستدامة. حسين ياسين، الفرات، بغداد. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.